Moments of calm in nature's manner. Gratitude blooms, vanishing clamor. Each wish whispered, a tranquil banner. Life's grace we deeply enamor. Reflecting at dusk, the city's lights a twinkle. Personal goals. الحياة في كوريا أنا عارفة بالنسبة لأميمة she's enjoying it. I'm so happy for you. والله عرفتي فاش كنشوف شي واحد اللي كي بروفيتي أو ماكسيموم من هاد التجربة كنفرح حيت ماشي كاع الناس كي بروفيتي أو ماكسيموم حيت كاينين شي ناس اللي كتجي with high high expectations ومن بعد كترى لك شي كالتشر شوك صغيرة ولا كترى لك شي بلان ولا كتصدام ولا ما كتكونش ريدي مثلا نفسيا باش تقبل الاختلاف ولا كتدوز من تجربه زوينه لتجربه خايبه. مهم غير تو بالانس. شنو اللي ما كيعجبكش هنايا؟ شنو هما الحوايج اللي مازال يعني واخا ولفتي واخا دوزتي لونغ تايم هنايا شنو هما الحوايج اللي مازال كتحسي انهم باقي كيديرونجوك؟ الماكله اوف كورس. الماكله حيت اولا كياكلوا كل شيء حار. والصراحه الصراحه الصراحه لله ما كاينش مذاق في الماكله ديالهم. لا يا اما حار يا اما حلو يا اما مالح. زعما يو تشوز يور ويبن. الماكله صراحه جو غالي اصلا ما كناكلش زعما كاينه كوريان فود بزاف حيت ما كنلقاش زعما كاينه شي حاجه اللي فريمون 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 كتعجبني. اغلبيه اي جاست ايت لايك ويسترن فود و صعيبه تولف الى الماكله الكوريه الى ما الا جيتي من المغرب من الاخر حيت حنا كنكونوا مولفين مولفين واحد الطريقه ديال الطياب عندنا لي زيبيس. هنا ما عندهمش لي زيبيس عندهم لا صوص. عندهم لا صوص كتجيب لك صوص ديال مثلا طوبوكي راه تحط لك صوص ديال طوبوكي وكل شيء حار وحتى الماء حتى ديك الحرور ماشي بحال الحرور زوينه حتى توحش لي ريسه والله جيبي لي معاك لي ريسه من المغرب العار صافي نمشي حتى الحرور ديالنا فيها البنه حتى الحرور مقاد ان واي الحامض ديالنا مثلا مرقد مقاد ان واي كو في بنين فهمتي هنا سي دي صوص حتى انا ام ستيل ستراغلين مع الماكله بزاف سينون كيجوك الحلويات التقليديه ديالهم دختي داك البيض والخضر وال... حلوه بحال كعب الغزال بحال صراحه ويت اول ماي ريسبكت ما كيعجبنيش كيعجبونيش الحلويات ديالهم حيت ما عرفتش فيهم واحد المذاق بشكل فريمون فيهم واحد المذاق بشكل سو الناس الاخرين بوتيت كيعجبوهم يمكن كيبان لي حنا كنغاربه ومحلوش حيت حنا غير الباك جراوند اللي جينا منه يختلف كل الاختلاف وملي كتكون جاي من 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 واحد لاكولتور فيها لي زيبيس صعيب باش تقبل قله لي زيبيس تقريبا وصراحه ما قلت ناس زوينه زعما ماشي كنشكروا راسنا كان راسنا عرفتي بامال دو فوا كنمشي مع صحابي الكوريين كنديهم لي غيستو في المغرب اللي كاينين هنايا تيحماقوا عليهم غير زعما كتمشيت معاهم مشيت مع واحد ربعة ديال صحابي و عرفتي شنو عجبهم قال لي مشينا لمراكش لغيستو ديال مراكش زعلوك؟ لا بلاتي الراس مبخر مشيت نكست ليفل بعدتي لا 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 ستايلة او اوف كورس حماقو عليها اوف كورس حماقو عليها عرفتي شنو هي حماقو عليها؟ ديال الدجاج اشي صافي صافي ولينا مشينا وسالينا ودازت واحد 3 ايام يلا نعاودو نرجعو ديالنا قالوا لي قبل ما تمشي للمغرب ليتس جو ذير اجين اوكي نايس واخا حاجه وحده اخرى ذير فيري انديفيدواليستيك عاودي لي على هذا البلان حيت ما كتحسش بواحد الكولكتيفيزم هنايا باغ اكزومبل كنت واحد النهار في صابويل وكان واحد الدري جالس المهم ابارامون المهم انا جالسه اي واز توكين تو ماي فريند شويه كندور كيبان لي ديك الدري كاريمون تقيه وصراحه كون صابوي صراحه كون زعما كاينه طرا شي سيناريو بحال هكا في المغرب اوموا الناس اللي حداه فهمتي واحد غيعطيه الماء واحد كلينكس فهمتي امالك ويخرجوه وياخذوا ليه طاكسي ولا فهمتي اوموا شي واحد غادي يدير شي حاجه شي واحد يدير شي حركه هنايا ايماجين
بنادم جالس حداه السيد هنايا تقيه كاريمون حتى شي واحد ما دارش رياكسيون. عرفتي اللي جالسين حداه ما ناضوا ما والو ما عاونوا. عرفتي انا كنجاوب او سوكي تو ماي فريند قلت ليه واش عندك كلينكس يقول لي ادخل يسوق راسك. قال لي يو دونت هيلب ان ذيس سيتويشنز. اي واز لايك اويلي. عرفتي انا طرات لي واحد النهار عاوتاني في الصابوي دابا واحد مسكين ما عرفتش واش كوري ولا شينوي المهم غالبا راه كان تشاينيز يمكن ياك ودابا كنهز واحد ساشي ياك كان شاري بزاف ديال الحوايج ومن طلع لي طلع لصابوي طاح كلشي والناس داخلين كاين لي نقز زعما حتى واحد ما ايزون حتى واحد ما عاونو ولا هز شي حاجه عطاها ليه ولا وانا كنت هازه بزاف ديال لي ساشي في يدي اصلا كنت شاريه بزاف ديال الحوايج شنو درت خويت واحد ساشي يعني بحال قلت حطيت الحوايج كلهم في واحد ساشي وخويت ليه واحد ومشيت لعندو عطيتو هذاك وعاونتو السيد دابا بلاصه ما يشد داكشي لا كان كوريان كان كوري دابا السيد بلاصه ما يشد ساشي يقول لي شكرا وحط الحوايج وهكا تصدم بقى واقف كيدير فيا بحال هكا وخلاني جمعتهم ما فهم والو عاد بقى دايرها قلت ليه تشل والو اخويا راه ساشي شيطانية خذ ها ميك راه ما عطيتك والو راه ما درت والو فهمتي زعما كاين شي حوايج كيصدموا البارح نيت واحد الاجومه مسكينه كانت باغا دير ستوب وكانت وقفاتو كبيره في لاج وداك ستوب كان عالي عليها حيت هذوك اجومات شويه كيكونوا قطار والبوس كامل جالس وستوب راه حدانا حتى واحد ما دار ستوب ومسكينه شي ستراغلين لايك باغا تورك على هذيك ديال ستوب حيت الا ما وركتش عليها ما غاديش يوقف الطوبيس وانا نورك فاش وركت ويدي بحال هكا مسكينه بغات كتقلب على شكون اللي عاونها حسي راه شي حوايج بحال هكا انا باش كنت شفت هاد البلان في صابوي زعما حتى شي بلانات واحد اخرين كنت سولت وان اوف ماي كوريان فريندز قلت ليه زعما كاينه علاش في هاد السيتواسيون ما تيعاونوش قلت ليه زعما الصراحه في المغرب واخا ما يكون واقع لك والو تجمع عليك الجوقه كلشي غيبغي يعاون كلشي غيبغي يعرف شنو واقع هكذا قال لي سي بلوتو هنايا بحال لي كيخافوا على راسهم باسكو عندهم داك القضيه ديال مشي مثلا غير الى قصتك يقدر لوتر بيرسون يقول لك هاراسمنت فهمتي ولا شي حاجه دونك يقولوا اللهم تيسع اللهم نبقى في التيسع صح قولي لي واحد الحاجه دو يو ثينك كاينه العنصريه في كوريا شوفي انا كنت سول هذا السؤال واكتشفت انه في كل فتره كتبدل الجواب ديالي على حساب واش طرا شي حاجه ولا ما طراش متفاجئه طرات لك شي حاجه بحال دابا مثلا انا داك العام ما عمر ما طرات لي شي حاجه هاد العام طراو لي شي حوايج اللي خلاوني نقدر نقول على حسب داك العام كنت كنقول لا راه ماشي ما كايناش ولكن كنقول انا ما عمرني ما عشت شي حاجه انا خصني نعيش تجربه باش نعاود مثلا اكسبيرينس هاد العام ولو كيطراو شي حوايج اللي ولاو كيلفتوا الانتباه ديالي اللي وليت كنقول دي ار تو ماتش انتو ما عرفتش واش كتاتي على سولتك حيت انت اكثر احتكاكا شي حوايج اللي غير كتفهمي انهم اول ناس اللي مرحب بهم في هذه البلاد العرق الاول المرحب به هما وايت بيبل صافي دير الا كنتي مع شي وحده بيضاء عينيها زرقين وكنتي معاها انتيا واخا كتهضروا بجوجكم بالكوريه كتشوفي ان التريتمنت مختلف للوايت بيبل على الناس الاخرين يعني مثلا انا فاش كنكون مثلا مع مغاربه ولا مع ناس بحالي ولا ما كنحسش بهذا الشيء ولكن فاش كنكون مع الناس اللي كتكون لا ديفيرونس يعني مثلا انا شعري بحال هكا وحده شعرها صفر 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 كتحسي بالاختلاف انا صراحه بيرسونيلمون اي نيفر هاد اني اكسبيرينسز ديال العنصريه هنايا ملي كنت في كوانجو ماشي ليا بيان سور مي هذا صحابي سورتو لي فروم لايك اذر افريكان كونتريز بارفوا كانوا زعما كنا كي فريكونتيو دي سيتواسيون ديال الراسيزم ولكن انا بيرسونالي ما عمري ما وقع ليا شي بلان ولا حسيت براسي زعما كنا ام جيتين لايك ا باد تريتمنت ولا شي حاجه سورتو احسن حاجه وان اوف ذا ثينجز اي ريلي لايك ان كوريا هادشي ملي كتركبي مع شي مول طاكسي وكيعرف كتهضري بالكوريه يو جيت تو هاف ذا بيست ديسكشنز ان يور لايف هادشي هنايا طاكسي الصراحه
فيهم شويه الهضره بزاف. المهم هادي فين ما فين ما مشيتي وكثر عليا ديما فين ما كنطلع مع شي مول الطاكسي وكيشوف فتا في المرايه وكنبان ليه فورينر. اي لايك او يور فورينر كنصدر بك. اي ام لايك اش شي بلاي سولك كيدخل معاك في ديتيلز ديال حياتك وهذا اف هي هاز ا سون هي وونتس تو انتروديوس يو تو هيم. واو تشيل بات ثانك يو. المهم هادي زعما كاينه بارمي الحوايج اللي اي كايند اوف فيل ويلكمد لايك اي فيل مور ويلكمد الا انني فيسين ريسيزم. نايس والله لا اتس سو جود. مي بيان سور الراسيزم يقدر يقدر يكون على حسب صراحه لي سيتوياسيون على حسب لي سيتوياسيون حيت على حسب الناس حيت زعما كاينه دابري سكو كنشوف انا يقدروا يكونوا مثلا الناس اللي كبار في لاج واللي ما عندهمش واحد الاكسبوجر للفورينرز بزاف يقدروا شويه يكونوا حدوديين بحال اللي كنقولوا اي يقدروا يكونوا غاسيست زعما كاينه تقدر تعرف مي younger generation I don't really see that. زعما كاينه لا لا ماشي صراحه ماشي في younger generation ياكي. غالبا لا ماشي في younger generation غالبا مش كتمشي لشي محل كتكون شي عقيصه فهمتي غالبا سي اجوما ولا شي حاجه بحال هكا. المهم الناس اللي غايجيو لكوريا الا كنتو غاديين في الطريق بعليكم ما بكم وجات شي اجوما دخلت فيكم ولا شي حاجه that's not racism that's just how they are. وتي عقلوه عليك ولا هما راه ما كيتمشاوش هكا ولا مثلا الا تلاقى معاك غادي يدير شويه بحال هكا النورمال ديالنا. لا 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 الا انت ما درتيش هكا الا انت ما حيتيش كتفك الا انت ما درتيش شي حركه غادي يدخلوا فيك حتى الطيري. صراحه هذه ماشي غير في الاجومات في الشعب كامل فيهم كاملين ما في ما باغ اكزومبل في المغرب ولا فين ما مشيتي الا الا دخل الا دخلت شي واحد فهمتي يو تيرن اراوند وكتقول ليه اسمح لي وصافي كتكمل الطريق. لا انا ما كنتش اسمح لي حتى المهم او ثاني انديفيدواليستيك او ثاني لواحد الدرجه انهم اصلا ماشي سوقهم في الاخر سي فري واصلا الدنيا الدنيا اتس كراودد ايفري وير راني كتمشي غير لهوندي ولا ولا عشرة تيرمون بشر بزاف كو ميمكنش تبقى غادي وكتقول اسمح لي اسمح لي اسمح لي ممكن غير كتدخلوا في بعضياتكم تكون كتكمل الطريق كتربي رياضه الاكساف وحق الله سي فري. اخر حاجه باش نساليو شنو هما عاوتاني التيبس ولا لي كونساي اللي تقدري تعطي للناس اللي غادي يجيو عشي سورتو انه انا كما قلت لك فاش شفت كاينين فيري بوزيتيف اكسبيرينسز ما كتعنيش ان راه الحياه اللي هي بوزيتيف اون جينيرال كتعني ان الناس كيعرفوا كيفاش يبوزيتيفيو الحياه ديالهم راه كاين فرق راه حنا عايشين في نفس الانفايرمنت وكتلقى ناس عندهم اكسبيرينسز مزيانين وكاينين ناس اللي كيديبريميو يعني ناس اللي دي كودنت سو كيفاش الواحد يقدر هاو كان وي بريفنت ذوز سيتويشنز وكيفاش الواحد يقدر يعيش ياخذ لو ماكسيموم بوزيتيف من هاد التجربه. جو كرو طونك غاز ما كاينه غادي تمشي لبرا وهادشي اي ثينك ات ابلايز سوا غادي لكوريا سوا غادي لاي بلاد خارجه على بلاد سي كو سيك ديسكومفورت ما تبقاش في داك البابل ديالك ولا باغ اكزومبل انت ولا انت مغربيه ولا مغربي غتمشي لذاك حتى لذاك البلاد وغتقلب غير على مغاربه باش تبقى معاهم. اي دونت سي صراحه جو فو با لانتيغي من هاد البلان سيغت مزيان يكون عندك مثلا مغاربه صحابك كتعيرنا كتعيرنا حنا دايرين السلسله كلها غادي لا لا كملي كنعرفو علاش كنت عاوتاني كانت واحد الفكره سمحي لي قطعتك كانت واحد الفكره ديال الا مشيتي افويد المغاربه ولا العرب ماشي هادشي اللي كتقصد ماشي هادشي اللي كتقصد ولكن كاينين شي ناس اللي ما كيقدروش يتصاحبوا مع دي ناسيوناليتي وحدين اخرين من غير مثلا خصو يتلاقى المغاربه غيبقى يهضر بالدارجه غادي يديروا نفس الحاجه بحال اللي عايش في المغرب سي لا مغاربه راه تقدر تصاحب معاهم ولكن كتعلم بزاف الحوايج من هادشي اللي بغيت نوض فوالا اتصاحب معاهم ولكن صراحه داك البلان ديال افويد المغاربه ولا العرب جو هو خاصو يكون حيتاش تيرمون الا كان لونفيرونمون ديالك غير مغاربه وغير عرب كيوليو داك الاحتكاكات بزاف حيتاش كتجيو من نفس لاكولتور عندكم نفس عندكم نفس التفكير وكلشي دونك بحال اللي كيولي شويه الصداع بزاف فهمتي وانت ولا انت غادي تال واحد البلاد وحده اخرى to only meet these people بقى في بلادك فهمتي I'm not saying this in a bad way ولكن عرف 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 مع من تصاحب فهمتي سواء مغاربه سواء عرب
ماشي كنقول لك ما عرفناهم كاع ولكن سوا ماشي عرب خاص سوا ماشي عرب طونك دابا زعما هضرنا على المغاربه ولا العرب اون جينيرال عرف شكون تختار حيت ماشي 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 غير داك الانسان باللي راه حيت مغربي صافي راه غنتفاهم معاه ولا غنتفاهم معاها اتس نوت ذا كيس عرف صحابك شكون تختار اتس غود تو هاف بيان سور كلوز فريندز لي من نفس الكالتشر ديالك ولا من نفس الريليجيون ولا كذا مي من الاحسن مثلا غادي يكون عندك واحد 4 5 ديال صحابك يور كلوز تو لي زوت زعما سيرتو واخا كتعرفهم ما فهمتي غتخلي بحال داك واحد شويه ديال الحدود فهمتي تلاقى معاهم مره مره وصافي اي ابار سام از يو جوين ابرود تراي تو ليرن اباوت اذر بيبلز كلتشر ريليجنز ذيرز نوتين باد من انك تعلم شي حاجه جديده يو رايت as long as زعما كاين it's not having a bad influence on you ولا on your values it's always good زعما كاين to meet people from different sides of the world because كتفتح البيرسبكتيف ديالك it widens your yes. perspective فهمتي كتبقى مثلا انت الى فهمتي كان عندك واحد تفكير قد هكا التفكير ديالك كيولي قد هكا فهمتي كتولي كتكونسيديري بزاف ديال الحوايج اللي باغ اكزومبل بشحال هادي ما كنتيش كتشوفهم ولا ليفنت ولا سي جوست ما كنتيش كتفكر فيهم اون جينيرال سو وما تخليش داك ليد ديال مثلا مشيتي لواحد البلاد ما عجبكش العيشه فيها ولكن هادشي ديما اللي كتفكر فيه انا امتى غادي نتخرج باش نرجع بحالي وين صافي بغيت نسالي هادشي باش نرجع باسكو ملي كتبقى بهذا التفكير بزاف it kind of really drains you وكتولي كاع الانفيرونمون ديالك very negative سي فري سو واخا مثلا ما عجبكش الا مشيتي شي بلاصه it did not turn out the way you want it to be حاول to at least keep a positive mind تبقى تقول مع راسك سي بون مثلا باقي لي هاد لا بيريود ان شاء الله غنرجع بحالي and that's it مي باش تبقى كل مره you're only projecting دوك النيجاتيف focusing on the negative أو لا meeting people اللي كيعطيوك غير واحد negative energy of course that will really drain you more and more وهذا وإلا كنتي by example very introverted try to be a little bit extrovert because بقى introvert بزاف that means you spend a lot of time في الدار and you don't even get to experience البلاصة اللي غادي لها شرطو ما كتكونش عارف راسك right زي ما كنا شحال غتعيش فداك البلاصه تقدر ترحل تقدر تمشي شي خمسه اخر right. so it's better since فهمتي مشيتي it's better to have like to experience it to the fullest thank you so much that was a speech yeah girl I'm not saying not meet Moroccans and Arabs, meet them. That's fine. لا غادي غير نعقب واحد شويه حيت طونك جبدنا هاد السوجي اللي انا كيعجبني بزاف. اوكي. اللي هو كنتفق مع اميمه وصراحه شي از ذا رايت بيرسون باش نسولها هادشي حيت انا اي سؤال سولته لاميمه عارفه على سولته حيت شي هاز ا لوت اوف اكسبيرينس. وواحد الحاجه واحده اخرى اللي هي اول اكسبيرينس ابرود ليك. يعني بس حيت مثلا شي واحد اللي مشى ابرود خصكم تعرفوا واحد الحاجه واحد مشى ابرود يقدر تكون عنده نيجاتيف اكسبيرينس وما يولفش دغيا وحتى كتعطالي ان دوزيام شانس عاد كيتعلم كيفاش يعيش ابرود سو باش تعيش ابرود المشكله ديالنا انه غالبا سورتو كوريا علاش كوريا كتجي ود اكسبكتيشنز مثلا كتكون شايف الكي دراما ولا كتكون عندك اوبا ولا كيكون عندك بزاف ديال الايديا سو فاش كتجي للريل لايف بزاف ديال الناس كيتصدموا وراه انا كيصيفطوا لي دي ميساج وهكا هذا هو المشكل هو انه اكسبكتيشنز فيرسس رياليتي سو خصك تكون رياليست او ماكسيموم كل واحد وكيفاش الكوبين ميكانيزمز اللي كي ديفلوبي مع الوقت ولكن اهم حاجه هو انه انت غادي لواحد نيو انفايرمنت واحد البيئه جديده راه مينز ايفريثينغ از ديفرنت وخصك تكون ريدي فور ذا ديفرنس يعني كنشوف انا مثلا الناس اللي كيبقاو كيقول لك ايوا حنا في المغرب كانت احسن حيت كانت عندي هادي انا في المغرب راه دايره هكا لا في المغرب راه عندنا هادشي و اف يو ريلي راه هذا ماشي المغرب يعني اصلا انت خص يكون عندك هاد لا كونسيونس انه راه ماشي المغرب وراه مختلف على المغرب وراه خصو يكون مختلف وهادشي اللي غتعلمك هاد التجربه يعني اصلا هادشي كامل اللي طرا لك
كوتا سوا زوين ولا خايبه ما كيعنيش انه حنا ما عشناش شي حوايج خايبين. ما كيعنيش ان راه ديما لا في ان روز وكلشي زوين، ولكن كتقول اه اتس ان اكسبيرينس وعارف هادشي غيسالي، وبما انه غيسالي بما انه غيسالي غير تراي تو انجوي حتى داك الداون ديال الاكسبيرينس. داك الداون ديال الاكسبيرينس غادي تقول اه دابا غادي نتعلم نعتمد على راسي، دابا غادي نتعلم كيفاش نبوزيتيف المايند سيت ديالي دابا، يعني فريمون كتكون هادي انا نفعتني بزاف ملي كناخذ الحوايج از ليرنينغ اكسبيرينس. فاش كترى شي حاجه ما عجبانيش كنقول او اي ليرن ذا نيو ثينك توداي، سو الا خديتيها از ليرنينغ وكتشوف الديفلوبمون في راسك كيفاش لا بيرسوناليتي ديالك كديفلوبا، كيفاش انت كتعلم حوايج جداد، حيت غادي تعلم حوايج جداد خصك غير تخرج من البابل ديالك. اون فوا غتخرج من البابل ديالك لايف ستارت. واحد الحاجه واحده اخرى يس كراي انا اوف كورس هذا تعلم انك تكون بوحدك. You don't always have to be surrounded with people. حيتاش انا منين باش يلاه كي جيت هنايا في المدينه لاقا فيك مساكنه كنت ديما I have people that I eat with that I hang out with. كان عقلك انت قلتيها ليا وكلك عقلتي شنو كنت قلت لي؟ كنت قلت لك it's like this. سي فغي كنت قلت لك it's like this. For example you're so used to hang out on your own. حليمة تقدر تخرج تبقى زعما كاينة باغا تمشي شي بلاصة ما غاديش تسنى تتلقى شي واحد ولا شي وحدة اللي تمشي معاها، صافي باغا تمشي لهاد البلاصة غدير بلان ديالها. غنخرج ناكل بوحدي غنسافر بوحدي غندير أي حاجة بغيت نديرها بوحدي. سي فغي أنا I was the opposite حيتاش كنت ديما مع صحابي. دونك ملي رحلت هنايا في النهار الأول I remember كي وصلت انا ام لايك دابا واش انا ناكل بوحدي؟ It was so weird. I think I started crying. I'm like oh my god that's bad. What do you mean? So I'm still like trying to kind of work on this. ولكن it got much better. حيت for example مثلا دابا وليت صافي بغيت نمشي لشي بلاصة I ask some of my friends. غتهزي صاكك وغتقول قالوا لي ما مساليينش ولا شي حاجة صافي كنخرج بوحدي. I'm like زعما ما nothing bad will happen. Don't just try to live on your own. You don't always I mean being surrounded by people it's good. مي زعما كاينه متعوش على ديما داك الناس اللي gonna be here. داك الناس اللي كيكونوا معاكم راه سوا ملي غادي تساليو قرايه غادي يرجعوا لبلادهم سوا غادي يخدموا دي gonna be busy سوا نتوما غادي ترجعوا لبلادكم. فهمتي زعما كاينه ما غاديش تقدر تعرف what the future holds for you. So it's better to kind of learn how to live on your own. I'm so proud of you. والله لا I'm so proud of you. حيت شفت البروغريس شفتو في هذه الناحيه. I'm so proud of you. هذه الصراحه انا I was taking it for granted. حيت ما كنتش عارفه ما عمري كنمنشني هذه القضيه ديال لونلينس. ولكن انا باغ اكزامبل شوفوا انا I was lonely تقريبا وليت كنحس بهذه القضيه هذا الشيء فهمته ملي ساليت الهاي سكول ديالي. فاش دينا الباك انا ماي كلوز فريندز كانوا عندي حتى الباك. شدينا الباك كل واحد مشى لشي دوله كل واحد مشى لشي مدينه كل واحد فين مشى. سينس دان ما كنتش قادره نحس بنفس الحاجه. سو سينس دان تعلمت شنو هو خصني نتعلم ندير اي حاجه بوحدي. كانوا ناس مزيان يعني ماشي مشكل كانوا ناس اللي يقدروا يبارطاجيو معاك لو ماما وهكا ماشي مشكل. ولكن الا ما كانوش سان في با دي غدات يور نوت انجويين غير حيت انت بوحدك نو وتما يو ليرن تو انجوي يور اون كومباني. هذا هو الفرق كتعلم فريمون فاش تكون مع راسك يو انجوي يور اون تايم. سو يا اي ثينك اي ديد ليرن ذات فروم يو حيتاش اي سو يو ا لوت اند صراحه حليمه انا لو جور لي صافي باغا دير شي حاجه اتهصك بحال اللي قالت تمشي ديرها باغا تسافر شي بلاصه تصبح داك الصباح تجمع باليزا وتمشي. سو انا ملي كنت كنشوف صراحه داك الشيء تحطو في الاول كنقول صراحه تعداتا I would never I would never. فهمتي it kind of also helped me seeing you that living that way. I'm like oh was it I need to be less dependent on people and just like learn how to you know how to enjoy it on my own. It's a lifetime skill. Like literally it's a skill. علاش حيتاش كانوا ناس you're enjoying ما كانوش ناس you're still enjoying. وعلاش حيتاش مثلا اليوم انا كنت باغا نخرج وكنت واخا دايره معاك وانوليتي في لاست مينيت اي ستيل دو ذا بلان. علاش حيت الى انوليت ات افكتس يور مود.
سي فري عتي ديبندنسي افكت يور مود بحال ايماجين تكوني سو اكسايتد تو ترافل ولا ديري شي حاجه وابخي كتجي شي وحده مرضات ما نخرج ولا طرات ليها شي حاجه ولا عندها امتحان وانت ما عندكش امتحان يعني اتس سو هارد تو فيت سكادولز ديال الناس just be as independent as you can Layla does the best skill و I'm so proud of you girl و دابا صافي وصل الوقت الغدا غنمشيو نتغداو خليناكم على خير باي ذا واي اميمة finally she's making content حيت واخا هكاك في الاول فاش كنا درنا انا وياها الانترفيو ما كانتش as active as now حيت دابا she's really making good content في انستغرام ديالها على studies على بزاف ديال الحوايج انا غنخلي لكم اللين ديالها ديال انستغرام فولو هير راه بحالها بحالي حيت هاد الناس كلهم اللي غادي يدوزوا في هاد لا سيري دي ار بيبل اللي عندهم بزاف ما يتقالش سورتو انا فاش كنقول لهم والله لا everyone I'm encouraging everyone to make good content علاش حيت it's the content اللي غادي يعاون الكوميونيتي ديالنا so it's the content اللي فهمتي everyone is working hard everyone is studying everyone ان شاء الله will have jobs everyone عنده career everyone عنده شي حوايج اللي يقدر يعاون in a positive way True. so صدعوا اشياء فيكم Don't if you have any questions الا لاكوري ولا لا والله الا شي انسر شي سو نايس شي هيلبين بيبل اي جي فيشتها شي واز لايك شي مره كتقول لها راه هضر معايا فلان ولا هضرت معايا فلان اي واز هيلبين اي واز سو هابي علاش حيت اي بيليف كو الكوميونيتيز كلهم كيعاونوا بعضياتهم اتس اور تايم حتى حنا باش نتعلموا نبارطاجيو لا انفورماسيون ما غنخسروا حتى حاجه يعني vraiment it's from our time يعني في هذا الوقت راه كنا نقدروا نكونوا ناعسين ولا خارجين كنتغداو ولا so everyone here vraiment انا كنشوفكم successful كنشوفكم good examples والله يعني انا كنت كنتخيل راسي ملي انا مثلا كنت يلا شديت الباك ولا كنت كندفع مثلا باش نقرا في شي بلاصه بوغ لا بروميير فوا ولا باغا خدمه ولا كنت باغا نشوف هاد الجود اكزامبلز اللي يقولوا لي ما كتلقايش مع من شكون تسولي اولا ما كتلقايش شكون تسولي اولا ما كيجاوبوكش ثانيا عرفتي غير سمعي شي واحد اللي قال لك اي ديد ات يو كان دو ات سو فاش كتشوفي 11 اكزامبل ان فرونت اوف يو ما كتبقاش تجيك كوريا راه شي حاجه اللي معت في المريخ ولا كتجيك مثلا اي حاجه شي خدمه ولا شي حاجه صعيبه والمشكل ديالي هو انه كاع هاد الناس تقريبا اللي واصلين ولا اللي يقدروا ياتشيفيو شي حاجه بالجهد ديالهم يا اما دي دونت هاف تايم يا كاين صافي اللي وصل شي حاجه راه وصل ليها وسد عليه يا اما دي دونت ميك كونتنت الحمد لله ات ستارتينغ تو تشينج اتس تشينجين كلنا كنكونتريبيو في هاد تشينج ام سو 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 هابي ذات ليلى اي جوت تو دو ذيس سيريز حيت راه كنت قلت لك عاجي مني مثلا عام هادي كنت كنقول لها بغيت ندير هاد السيري بغيت ندير هاد السيري و ام سو غريتفول لكاع الناس اللي خداو من وقتهم وجاو باش يصوروا معايا و تو شير ذير اكسبيرينسز واخيرا راه اميمه كدير كونتنت اي تو نخليكم انستغرام ديالها ونشوفكم في الحلقه الجايه ثانك يو with every moment of joy that we sprinkle seasons of change where dreams and culture mingle